السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف المواقع اللي ممكن من خلالها تكون صورة. أنا مع إن أنت متعتمدش على الذكاء الاصطناعي 100%، لكن تستعين بيه. بمعنى أنا مثلا بحاول أفكر مثلا إن أنا عايز أعمل تصميم جديد لمدرسة أطفال، تمام؟ فبدل ما بدخل على النت وأقعد أعمل سيرش على الصور بتاعت مدرسة أطفال للتغذية البصرية، مش لأن أنا أسرق فكرة، لا. يعني كان في بعض الشعراء عشان يقول شعر يحفظ 100,000 بيت ويمساهم كلهم فيطلع شعر جديد، ما بياخدش شعر جاهز ويغير فيه كام كلمة ويقول لك أنا ألفت شعر، تمام؟ خليهم متفقين. طيب يعني مثلا عندنا الميدجورني، عندنا النايت كيف، عندنا البلاي جراوند اي اي، كل دي برامج بتولد صور، تمام؟ انا دخلت على موقع اسمه فيوتشر بيديا دوت اي او وقلت له عايز البرامج اللي هي بتكون صور، فاداني المواقع دي. في مواقع كتيره فيهم قويه وفي مواقع كتيره فيهم اي كلام، خلينا متفقين. هدخل مثلا على ميد جورني واقول له فيزيت، فيبدا يفتحه لي. والنوت كيف، النوت كيف مثل ان هو كل شويه بيديك نقط جديده، يعني كل يوم تلاقي فيه جالك ايميل مبروك انت في صور اتكونت لك او في صور نزلت في الحساب بتاعك. انا قلت له مثلا عايز صوره معينه اهوت، واقول له ايه ابدا هات لي الصوره. ممكن تقول له انا عايزها بالشكل ده او بالشكل دوت زي ما انت عايز، اقول له كريت، هيبدا يكون لك الصوره هنا ويبدا يوريها لك، وانت لو في صوره عايز تعدل فيها تقدر تعدل فيها. طيب خليني اروح للميد جورني وهاجي هنا اقول له انا عايزك تتخيل لي imagine، واديله برومت معين ان انا عايز غرفة معيشة مثلا بس ستايل كده غريب شوية، تمام؟ ونشوف هيكون لي الصورة تبقى عاملة ازاي. فعمل لي حاجة تصميم بالشكل دوت، تمام؟ ده فعلا اللي انا طالبه منه. طيب انا الصورة الافضل هتقول له مثلا عجبني انا مثلا رقم 2، هقول له الصورة دي هي للكبر هول ويشتغل على الاصدار الرابع من ميد جورني او كون لي صور تاني، تمام؟ طيب خلينا نروح مثلا للنايت كافي واقول له انا عايز صورة تانية، هقول له كرييت. هو مديني كذا ستايل اقدر اشتغل بيه، اعتقد ديل اي هو اللي مناسب ليا دلوقتي. بيقول لي قلل الكلام بتاعك. هقول له انا عايز 4 صور، هياخد مني 3 كريدت، طبعا مش فارق معايا لان هو ببلاش. عمل لي صور وهو بالشكل ده، واحدة بنجمع عليهم كلهم وكل واحدة تانية لوحديها. دي الفكرة بتاعت التكوين الصور. انا بعمل نفس التغذية بصرية، يعني مش هاخد صورة منهم واروح حاططها كده وخلاص خلصت، لا، انت مجرد ان بتاخد افكار. اقول له كرييت البلاي جراوند، الموقع بيديك يعني الاف تقدر تقريبا 1000 صورة كل يوم، تمام؟ الجميل بقى ان انت مجرد تغير الستايل هنا بيتغير تماما الموديل، تقدر تغير بيجيلك صور مختلفة تماما، تمام؟ عندك صورة تقدر ترفعها وتقول له عدل فيها الفلاتر، كل فلتر من دول يعني اوعدك ان هو يجيب لك صورة مختلفة تماما، يعني تحس ان انت رحت موقع مختلف. فالفلاتر اللي هنا رائعة، يعني كل مرة جرب فلتر لحد ما ترسي على الحاجة اللي انت عايزها، تمام؟ وتقول له جنريت. تمام، قول له بقى انا عايز اجرب فلتر تاني، هتلاقيه خلاص جاب لك صورة تانية مختلفة تماما. طيب هنا البلي ارت اي ما جربتوش الحقيقه، تعال نجربه.
لقيت موقع بتقول له انا مفكر في ايه، فيجيب لك الصور اللي فيها الكلام، تقدر تفتح اي صورة وتاخد البرومت او تاخد التعليمات اللي هو كان الشاب كتبها عشان يكون الصورة ديت. اسمه برومت هيرو، موقع اسمه برومت هيرو. انت بتفكر في ايه؟ انا عايز مثلا الناس اللي عملت هوم مثلا او ديكور، ايه الكلمات اللي استخدموها؟ فده بيديني تغذية بصرية. تمام، الموقع ده لقيت حد عارض عليه البرومت او الكلام اللي استخدمه عشان يكون الصورة ب2 دولار، يعني هدفع 2 دولار عشان اعرف ايه الكلام اللي استخدمه عشان يولد الصورة ديت. ففكرتها لذيذة.